أنا بعرف إنكم كنتوا عم تدبروا خطط طول الليل وعم تعملوا حالكم لطيفين. شو يلي صار؟ ليش مصدومي؟ معقول ما كن عم تفهموا شو عم حاول إني أقول؟ ما في مشكلة، أنا رح قلكن ورح أشرح لكم كل شي. رح أقول الحكي اللي واثقة منه. الحقيقة إنه كل هاي العيلة شاطرة بالنفاق وما بتستاهلوا المنيح وكذابي. استني دقيقة شوي، نحن بشو كذبنا؟ اليوم انتي ما رح تسألي أبداً يا ميرا، رح تجاوبي وبس. فيفان، شوفي، فيني أعرف بشو كذبنا؟ أمك لساتها عايشة! يلا جاوبني، ليش هيك ساكت؟ كذبتي علي بقصة أمي. ليش كذبتي وقلتي إنه أمي لساتها عايشة؟ لا، انت عم تظلمني. خلاص بكفي ميرا، ضحكتي علي ولساتك عم تكذبي وتنكربي وقاحة. ليش؟ ما كذبت عليك. ما بعرف كيف فيكي تعملي فيني هيك ميرا، انا وثقت فيكي وصدقتك. لا فيفا، بابا خبرني بهالمعلومة وهو بحياته ما كذب. حاجة ميرا، زودتيها، بكفي. عم تتبلي ابوكي حتى. انا بكره هالضجة، بس هاي الاصوات هلأ حاسستها مثل غنية كتير حلوة. ابوكي مانو عم يكذب، بس انتي بالعكس كذبتي علي بقصة الأساور وبقصة بريتو وبكل شيء بحياتك. ما قلتيلي الحقيقة. قليلي، تعرفي قدي زعلتيني؟ اسمع فيفان، بس صح، واقف لا تتهمها فيفان، ميرا معها حق، أنا خبرتها إنه أمك عايشة. طيب فهمني، كيف ميتة بأرشيف الشرطة؟ رحت لهنيك وشفت بعيني شهادة وفاتها، اللي في أكتر؟ كان مكتوب فيها إنه أمي ميتة وموثق هالشي كمان. كيف ممكن تكون عايشة؟ متأكد في حدا عم يكذب، ورح أعرف مين بالنهاية، ووقتها رح ندموا على اللي عمله. الشرطة عم يكذبوا يا فيفان، أكيد شهادة الوفاة مزورة، مستحيل تكون صح. إذا العالم كله بيكذب علي، أبي مستحيل يكذب عليّ.